فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال المؤلف رحمه الله: وقوله في الحديث: خلق الخلق فجعلني في خيرهم ثم خيرهم فرقتين فجعلني في خير فرقة، يحتمل شيئين: أحدهما أن الخلق هم الثقلان أو هم جميع ما خلق الله في الأرض، وبنو آدم خيرهم، وإن قيل بعموم الخلق حتى يدخل فيه الملائكة كان فيه تفضيل جنس بني آدم على جنس الملائكة، وله وجه صحيح. نعم، هذا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا سبق بيانه في آخر الحلقة السابقة، وهو أن بني آدم، على احتمال في تفسير هذا الحديث، أن أفضل الخلق من الجن والإنس والمخلوقات هم بنو آدم، ويشهد لذلك قوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ما غرك بربك الكريم، أي يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. فالله فضل هذا الإنسان بخلقته وعقله ودينه وسائر صفاته على سائر المخلوقات، وميزه وسخر له كل شيء. ما يدل على فضل هذا الإنسان أن الله سخر له ما في السماوات وما في الأرض. ثم إنه في بعد هذا اختار العرب من هذا الإنسان، من جنس الإنسان بني آدم، واختار من بني آدم بني كنانة، اختار من كنانة قريشا، واختار من قريش بني هاشم، واختار النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم، فهو صلى الله عليه وسلم خيار من خيار من خيار كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي هذا إظهار لشرف بني هاشم على غيرهم، لكن من آمن منهم بالله ورسوله، أما من لم يؤمن بالله ورسوله فليس له هذا الفضل ولا هذا المدح، بل هو من أذم الناس. ولهذا لم ينفع أبا لهب وهو عم الرسول صلى الله عليه وسلم، من ابن عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، لم ينفعه نسبه لما كفر بالله ورسوله، ولم ينفع أبا جهل كونه من بني مخزوم من أشرف بطون قريش، لم ينفعه ذلك.